كنتواجدوا الان بغرفه استقبال العينات اللي كتجينا من المراكز الصحيه من جميع الجهات المغرب، اللي كنقوموا هنايا بالفرز قبل ما ندخلوا العينه المختبر. المرحله الثانيه كتخص تحضير المحاليل في هذه القاعه، تنهي المرحله الثانيه تحضير المحاليل اللي كنقوم بها بتشخيص الحمض النووي اللي تم استخراجه في المرحله الاولى. المرحله الثالثه كتخص متابعه لامبليفيكاسيون ديال الحمض النووي اللي تم تحضيره في عبر المراحل الاولى، والتتبع ديالها كيكون عبر اجهزه متخصصه اللي غنشوفوها في هذه القاعه بالخصوص. مجرد ما كان وصول العينه المختبر وعبر هاد المراحل اللي كدوزنا كاملين، كيخصنا ما بين 5 حتى 6 ساعات باش نديروا هاد المراحل هذه كامله، ونقدروا في الاخير نخرجوا النتيجه سلبيه او ايجابيه بيان سور، من بعد ما كنكونوا دوزنا جميع الاجراءات الخاصه بها.